نظم المجلس القومي للمرأة الحفل الافتتاحي لبرنامج قادة المناخ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وذلك بهدف دعم أفكار الشباب نحو التغير المناخي. وشهد الحفل حضور عدد كبير من طلاب وشباب الجامعات، حيث قاموا بطرح عدد من الأفكار والرؤى لمواجهة التغير المناخي. ويهدف برنامج قادة المناخ إلى دعم الأفكار والمشاريع الخضراء للشباب، سواء دعم مادي أو فني، إيمانا بمهارات الشباب وقدرتهم على إحداث تغير مفيد للمجتمعات.